المباريات بين الاهلي والترجي تتسم بالطبع خاص جدا، لكن ملعب رادس ده ليه ذكريات كتير جميله جدا مع كل الاهلاويه يعني، وليه بطولات كتير حصلنا عليها هناك. اكيد مش هننسى البطولات اللي خدناها في رادس، ومش هننسى ابدا ان فريق الترجي فريق قوي معاه مدير فني محترم بقيمه الكابتن نبيل معلول، فلازم يتعمل له حساب كويس قوي. نروح بقى للاجتماع الفني لمباراه الاهلي والترجي اللي اقيم اليوم بفندق الترجي بتونس بحضور مندوبي الاتحاد الافريقي ومندوبي الفريقين. وطبعا كان الاجتماع حضره من النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، والكابتن سمير عدلي المدير الاداري، وكابتن ماهر عبد العزيز اداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الامني. خلال الاجتماع تم التاكيد طبعا على كافه الضوابط الاداريه والتنظيميه للمباراه، واتقرر ان يرتدي الاهلي الطاقم الاسود بالكامل، وحارس المرمى هيلبس الطاقم الاخضر، وفريق الترجي هيلبس طبعا الالوان المميزه بتاعته الاصفر في الاحمر والشورت الاحمر والشراب الاحمر. وتم الاتفاق على وصول الفريقين الى ملعب المباراه قبل بدايه المباراه بساعه ونص عن موعد انطلاقها. يعني مباراه هيبقى ليها طابع خاص جدا، مش عايزين نعتمد على اي حد بيقول لنا اي حاجه. احنا زي ما مستر كولر ماشي في الفتره الاخيره كل ماتش بماتشه، زي ما احنا متعودين منهم ان دايما كل ماتش بتتاخد بالجديه المطلوبه في اي بطوله، سواء في الدوري او الكاس او في بطوله افريقيا. الاهلي بيحترم كل الفرق، وفريق الترجي تحديدا من الفرق الكبيره في افريقيا اللي ليها اسم كبير في افريقيا. لكن احنا كمان النادي الاهلي اخر ثلاث نهائيات موجودين فيها، واخدين نهائيين منهم، وعاوزين نوصل للمره الرابعه، وده طموح اللاعبين وطموح النادي الاهلي اللي لا يتوقف عن التفكير في البطولات وحصد البطولات. ده شيء في دمنا، يعني شيء في دم اي اهلاوي، ان احنا الهدف الاساسي لينا هو حصد البطولات، خصوصا بطوله ابطال افريقيا اللي ليها طابع خاص جدا عند جمهور النادي الاهلي وعند لاعبي النادي الاهلي. بتودينا لكاس العالم للانديه، وده دايما بيبقى هدف اي لاعب في النادي الاهلي انه يلعب كاس العالم للانديه، ودلوقتي كمان بقى هدفنا اكبر ان احنا نحقق في الترتيب بتاع كاس العالم للانديه اكتر من كل مره. يعني دي مباراه مش لازم نبقى بنتعامل معاها باهميه اقل من اهميه الماتشات اللي قبل كده، بالعكس دي مباراه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وكل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره ان شاء الله.